أسباب اختلفت أهمها الفقر والتهجير وغياب المعيل، أدت إلى أن تكون بيوت الطين هذه أو ما يعرف بالعشوائيات هنا في قضاء الدجيل وهناك في مختلف أقضية ونواحي صلاح الدين. مئات العوائل التي اضطرت إلى أن تسكن هذه الخربات لتعيش تهديد الإخلاء كل يوم. يعني أنا أمي 9 بنات، يعني رجدي انزلاق 3 انزلاقات، والله خلف الله على العالم هاي معيشتني وجايبت لي يعني مساعدة. يعني هسه أنتم تشيلوني، أنا وين أروح؟ لا عندي سكن، لا عندي بيت، لا عندي راتب، يعني بس هاي الخرابة والله العظيم أنا قاعدة بيها. أي والله من ضيمنا قاعدين، من الضيم هاي بالميتين بيت كلها من ضيمها قاعدة، وانه ألاجوا وقالوا راح نشيلهم والله ذيك الليلة عشا ماكو، يعني ما حد جاي يحس بينا، لا حكومة ولا شيء ولا حد جاي يشوف الشيء. يعني يجوز تقول لي يقول لك أنا ما أدري بيك وين ألقاك، أنت ما ناشدتني. يحسبون أخوتهم أمهاتهم يحسبون لهم يعني راجعين ويخلونا قاعدين، الله ساتر علينا. هو ما ظل شيء أولادي من الدنيا ترى، لو انقلاب لو الله سبحانه وتعالى يرفع العقاب عن الدنيا. أصحاب القرار في هذا الشأن لم يجدوا غير تطبيق نصوص القوانين الصادرة بإخلاء هذه البيوت وإعادة حيازتها لدائرة البلدية، وأما إيجاد البديل لهذه العوائل فقد بدأ أنه ليس من شأنهم. نحن في بلدية الدجيل نتعامل مع التجاوزات بشكل عام ضمن المادة 154 والذي ينص على رفع جميع التجاوزات، وهناك تجاوزات على الشارع العام تم إزالتها بالكامل، لكن تجاوزات على المناطق الخضراء رفعنا دار إلى مقامية الدجيل وننتظر الإجابة. بيوت الطين أو العشوائيات كما يحلو للبعض تسميتها هي ملجأ للكثير من العوائل الفقيرة التي لم تجد غيرها من ملجأ وملاذ. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.